شكرا جولستان، اهلا بكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده وطبقا جديد من مطبخ سامراء. طبقنا لهذا اليوم هو حلويات تفاح الملفوف. طبعا راح نستخدم المكونات 3 قطع تفاح، 2 احمر و1 اخضر، طبعا هي حسب الرغبه الالوان. ليمون 3 قطع. عندنا العجينه، طبعا العجينه اللي سويناها هي طبعا تشبه عجينه لحم العجين، يعني تكون قويه بدون خميره. راح نفتحها، بالبدايه راح نفتح العجين، نقطع التفاح نخليه نعصر الليمون عليه نخليه على الجهه. راح نفتح العجينه نسويها خطوط، نخلي التفاح بنصها ونلفها، بعدين راح نخليها بالفرن. بالبدايه مثل ما قلنا راح نقطع التفاح. طبعا ويا المكونات عندنا جوز الهند راح نستخدمه، طبعا هو حسب الرغبه، بس احنا راح نستخدمه نخليه فوق التفاح راح ينطي شكل جميل. التفاح لازم نسويه خفيف هواية. يعني بهذا الشكل. يعني ممكن قطعتين تفاح، الواحد أخضر واحد أحمر تكفي. راح نشوف. طبعا هذا التفاح الاحمر هذا يكفي، راح نسوي هذا الاخر طبعا نفس الشكل. طبعا التفاح الاخضر يكون قوي اكثر من الاحمر، يعني مو مثل الاحمر. لازم نضيف الليمون عليهم حتى شويه يصير بي يعني يصير لين ويصير بي نكهة طيبة. راح نقطع الحامض نعصره فوق التفاح. مثل ما جاي تشوفون بهذا الشكل. طبعا احنا بين ما نفتح العجينه التفاح راح يصير لين، نقدر نلفه براحتنا شو ما نريد. اذا عندنا العجينه هسه مثل ما قلنا راح نفتح العجينه، راح نخلي شويه طحين. طبعا انا ما اريد ازود بالطحين حتى العجينه تلزق بالتفاح. راح نقطع هسه العجينه
طبعا نقطعها بهذا الشكل. بقى عندنا هاي القطعة راح نحتاجها طبعا. إذا هسه راح نضيف التفاح. طبعا هاي الطريقة جدا جميلة أعزائي المشاهدين، تقدرون تسووها بالبيت. راح نضيف هاي القطعة بهذا الشكل، راح نسوي كلها مثل هذا الشكل، راح نخلي عليه جوز الهند ونضيفها نخليها بالفرن. طبعا بالفرن ما يحتاج له وقت هواية، يعني انتوا تحاولون تسوون العجينة مالكم شوية اعرف حتى التفاح ما يوقع من يعني ما يوقع من العجينة. راح نسوي القطعة الأخرى مثل ما قلنا. طبعا هاي جت شوية طويلة، راح نقطعها من هنا حتى تصير القطعة يعني متوازنة مثل باقي القطع. راح نسوي هسه التفاح الأخضر، طبعا التفاح الأخضر يكون بيصير بيها شوية صعوبة لأنه هي التفاح الأخضر يصير شوية أقوى من التفاح الأحمر. مثل ما قلنا لكم يعني التفاح الأخضر شوية يصير صعب عليكم، بس هو راح يصير شكله جميل بعد ما نخلي جوز الهند عليه. طبعا هاي يعني هاي النوعية من الحلويات يعني هي طيبة، إذا استويتوها مرة راح تعيدوها كل مرة لأنه هي طيبة وشكلها هو جميل، وخاصة الناس هواية ناس ما يعرفون يسوون هاي الحلويات، هاي يعني هذا النوع من الحلويات.
تشوفون من يعني من جوا شلون تصير ومن هنا شلون تصير، يعني شكلها هو جميل مثل ما قلنا. هاي القطعة يعني صارت هواية ضعيفة، سويناها قطعتين خفيفة يعني. بقى عندنا هسه اخر قطعه راح نسويها، نخليها بالفرن. هي بيها شويه صعوبه، بس اذا مثل ما قلنا لكم تسوون العجينه بهذا الشكل هسه مثل هاي اللي هسه سويتها، يعني هذا الثخون العروض ما راح يعني ما راح تكون صعبه عليكم نهائيا. واهم شيء يعني انتم تعرفون التفاح شلون تخلوه مثل ما هسه دا اخليه، يعني يصير بيه مجال بين الواحد والآخر. يعني بهذا الشكل هاي القطعة. وبالنسبة للعجينة مثل ما قلنا لكم هي العجينة جدا سهلة، راح تخلون بيها زيت الزيتون وقليل من الملح وشكر وبيض وحدة، يعني ما بيها أي صعوبة. مثل ما قلنا خميرة ما راح تخلون. هسه هذا كمل، راح نخليه هسه بالفرن. اول شي راح نضيف جوز الهند مثل ما قلنا بهذا الشكل، بالفرن ما يحتاج الى وقت هواية حتى تستوي، يعني هو بس العجين. تقدرون مكان ما تخلون جوز الهند تقدرون تخلون شكر، اكون هذا الشكر الناعم يكون مفروم، يعني هو خاص يكون مع الحلويات، تقدرون تبذرون فوق هاي الحلويات. اذن هسه راح نخليها بالفرن. ما راح تتاخر هواية حتى تستوي. اذا اعزائي المشاهدين خلينا نروح فاصل قصير وبعدين نواصل. إذا رجعنا وياكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، طبعا الحلويات مالنا استوت وصارت جاهزة، راح نطلعها من الفرن. طبعا هاي كملت، احنا مسويناها يعني الدسم مالها طبيعي جدا، يعني ما مسويه هواية. تقدرون انتو تسوون يعني شيء اخر راح يصير اطيب، يعني مثلا تسوون شيرة تخلون فوقها شوية تكون ثخينة تخلون فوقها، راح يصير لها فالطعم جدا طيب. هي هسه طيبة وبيها حلا، بس ما بيها حلا مثل هذاك اللي نقول عليه يعني مثل ما البقلاوة او شيء اخر. مثل ما قلنا لكم طبعا بالنسبة للتفاح الأخضر، إذا تحبون تسوون مثلا تفاح أخضر مثلا ما تسوون أحمر، تسوون تخلوه التفاح الأخضر
بالحامض يعني فترة ربع ساعة حتى يثبل، يصير بعدين من تلفون التفاح العجينة راح ينلف ما راح ينكسر تكسير. إذا هذا الطبق صار جاهز وكمل، نرجو أن يكون قد نال رضاكم. إذا أعزائي المشاهدين خلنا نروح لفقرة النصيحة اللي راح نقدمها لكم يوميا. إذا أعزائي المشاهدين رجعنا وياكم، إن شاء الله تكونوا تستفادون من هاي النصائح اللي جاي نقدمها لكم يوميا. نلتقي غدا بحلقة جديدة وطبقا جديد، إلى اللقاء.